ضربة ركنية لليوفي من الجانب الأيمن، وكالعادة أندريا بيرلو وبوكبا في منطقة الجزاء، وتاني لورينتي، لورينتي جول جول جول. بقول لكم اليوفي ناويها، وعلى الفوز مش هيعدي، لن يترك الفوز في هذه المباراة، ليس مجرد فوز بل هو فوز بمتعة كروية وباحتفال جماهيري رائع في اليوفي أرينا. لورينتي يسجل الهدف الثاني، اليوفي 2 وكاليري لا شيء. وكل ده ايه فيما لا يزيد عن ربع ساعة فقط في بداية هذه المباراة. الكرات الثابتة يا صديقي، الكرات الثابتة هي الحل. بيرلو يسجل من ركلة ثابتة، بيرلو يلعب الضربة الركنية ايضا، يخطئ الدفاع ولورينتي يستغل هذا الارتباك والزحام الرهيب، يسقط دانييلي كونتي على الأرض ولورينتي يجد الكرة أمامه ولا يخطئ أمام المرمى. لورينتي وهدفه رقم 16 في هذه